45 يوم من الإضراب عن الطعام، والحقيقة أن الصحة صارت في خبر كان للجهد نستطيع أن نتحدث به، والواقع كما ترون لا كما تسمعون. هؤلاء دكاترة جو دكتورات، جلهم آباء وأسر، تركوا أبناءهم بدون دخول مدرسي وصحتهم منهكة، ولذلك الدكاترة الذين يعازرون هذا الإضراب عن الطعام بأشكال احتجازية وسلمية، اليوم تم اعتقال 4 منهم على إثر وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عفوا. ولذلك لم يعد لنا شيء يمكن أن نخاف عليه أو نخشى عليه. أبداننا صارت منهكة، وأعمارنا أوشكت على الزوال. الحالة الصحية ديال الدكتورة والدكاترة المدربين عن الطعام كما كتشوفوا الحالة الصحية جد مزرية، حيث وصلنا 45 يوم ديال الإضراب عن الطعام المفتوح. الدكاترة ولاو عندهم مضاعفات مثل فقر الدم، انخفاض مستوى السكر، كاينين دكاترة اللي كيعانيو من آلام في المعدة والأمعاء، دكاترة اللي كيعانيو من آلام في الرأس حاد. صراحة وضعية صحية مزرية للغاية بالخصوص لبعض الدكاترة. بالنسبة للمسؤولين صراحة ما كاينش شي تفاعل. دابا وصلنا 45 يوم من الإضراب عن الطعام، 11 دكتور اللي داخلين في هذا الإضراب مفتوح عن الطعام، و 39 دكتور اللي كيقوموا بوقفات تنديدية أمام المؤسسات المعنية يوميا وقفات احتجاجية، والو ما كاين حتى شي مسؤول جا عندنا ولا هضر معنا ولا قال هاد الدكاترة نشوفوا شنو المشكل ديالهم شنو باغين. ما كاين حتى شي حاجة لحد الآن. لهذا من هذا المنبر كنشدو جميع المسؤولين وجميع المؤسسات المعنية بالملف ديالنا أنها تتدخل لحل هذا الملف، وكنشدو أيضا صاحب الجلالة اللي هو أعلى سلطة في البلاد أنه يتدخل باش يحل لنا هذا الملف هذا. بالنسبة للأوضاع اللي تعيشها الدكاترة المضربون عن الطعام والذي عددهم 11 دكتور، هناك 6 ديال الدكاترة و5 ديال الدكتورات، جلهم لديهم أبناء ولديهم كذلك مسؤوليات في المنازل. إذا هذا الدكاترة هادو ماشي خداو هذه الخطوة هذه اعتباطية، وإنما جاءت نتيجة 4 سنوات من النضال في الشوارع، ولكن المسؤولين كانوا في الحقيقة لا يهتمون بهذا الملف. إذا الأوضاع المزرية التي يعيشها الدكاترة المضربون على الطعام هي أوضاع حرجة جدا. هناك بعض الدكاترة اللي تصابوا مثلا بأمراض مزمنة، مثلا عندنا بعض الدكتور اللي تصاب بالكلاوي، ثم كذلك هناك بعض الدكتورات اللي تصابت مثلا بفقر الدم، هناك بعض الدكاترة كذلك اللي تصابوا بإعاقة في الرجلين ديالهم، ولكن الحمد لله الأطباء استطاعوا باش غادي ينقذوهم. إذا الأوضاع اللي تعيشها الدكاترة هذه راه أوضاع حرجة. من داخل هذا المنبر هذا فإننا نناشد جميع الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الدكاترة المعطلون وتوظيفهم في الجامعة المغربية بما يناسب شهادة الدكتورة، ثم كذلك أن هذا الدكاترة هادو راه اليوم 45 يوم من إضراب عن الطعام، وراه ملي تنقولوا 45 يوم عن الطعام راه ماشي سهلة. ثم كذلك هذه الوضعية هذه اللي راه تعيشوها، واش هما حبوا باش انهم غادي يعيشوا هذه الوضعيه هذه؟ تفرضات عليهم باش انهم غادي يدخلوا في هذا الاضراب عن الطعام. ثم كذلك ان الدكاتره اللي تيجسدوا الوقفات الاحتجاجيه في الشارع اليوميه للتعريف بالملف ديالنا، راه تم اعتقال 4 ديال الدكاتره خلال هذا الصباح امام وزاره التعليم العالي. اذا نناشد من هذا المنبر صاحب الجلاله بالتدخل العاجل لانقاذ ارواح الدكاتره المضربون عن الطعام.